مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي من مجتمعنا. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون حول الهجره غير الشرعيه والاسباب التي جعلت الشعب الجزائري يتخذ هذه الظاهره. ما نطولوش عليكم، راح ننزلوا احد شوارع الجزائريه باش نشوفوا اراء المواطنين حول هذه الظاهره. تابعوا معنا. خويا، واش رايك في السوجي تاع الحرقه؟ السوجي تاع الحرقه بور بالنسبه للبطاله اللي راهم في الجزائر ومن هنايا، انا اي مواطن جزائري يحرق نعذره، باسكو هنا في البلاد هذه ما كاش خدمه، عندك معرفه تخدم، ما عندكش معرفه ما تخدمش. انا بالنسبه لي يكون عندي شهريه تاع 5 ملايين في البلاد هذه ما نخممش في الحرقه، راك فاهمني؟ والحراق يروح على بالك، الحراق يروح يخدم يدير، راك فاهم؟ الشباب تاعنا هنا راهو ضايع، الحمد لله استفدنا من الدوله هذه بساكن، عطاونا ساكن. احنا حاجتنا في البلاد هذه تغلط يدي وكل الحبس صاحبي، تغلط يدي وكل الحبس، تغلط يدي وكل الحبس، راك فاهمني؟ وقضيه تاع الحرقه هذه انا راهي في قلبي 100%، ما نكذبش عليك. انا كون نصيب، انا في عمري 43 سنه وعندي 4 دراري، كون نصيب باش نروح نخدم ونصوفي ولادي نروح. واش حاب نقول لخويا، ظاهره تاع حرقه ولات شغل عاديه، الناس شغل تصور دراهم تحرق. لا بالنسبه لينا دوكا احنا رانا في بلادنا، وبلادنا هذه فيها الخير وفيها كذا، من هنا نطلب من المسؤولين زعما شغل يعاودوا يفتحوا شركات كما كانوا في وقت التسعينات من الاول، شويه شبيبه هذه تولي تخدم كذا، تولي ما تتبعش هذا لا دروغ وكذا، تولي في الطريق صواب. وماذا بينا كما قال اخونا من هنا، قال لك باللي كبرنا وما عندناش مستقبل، عنده الحق. دوكا في عمره عنده 30 سنه 32 سنه ما عنده لا سكنه لا خدمة لا والو، يتميزر، وكان ما يتميزرش برا ما يجيبش القوت تاع الماكلة تاعو. وهذه هي خويا، نطلب من المسؤولين ماذا بيا توصل هذه الهضرة اللي نهضر. تما راكم معاه ولا ضد هذه؟ أنا مانيش شغل معاهم، وشنو هي ماذا بينا بلادنا نشوفوها، نعيشوا في بلادنا ونخدموا في بلادنا خير ما نروحوا لبلاد الناس. رسالة للمسؤولين. واش نقول خويا، رسالة للمسؤولين، إن شاء الله ان شاء الله ربي يهديهم ويهدينا كاع، وان شاء الله بلادنا تسقم. ويعطيك الصحة خويا. الله ما راكم مع الظاهرة هذه؟ راني مع الظاهرة هذه، بس ما كاش خدمة. أنا في عمري دوك 43 سنة، روبري جيستيس داخل للحبس، الدنيا تروح تدفع دوسي دير سي في، يسيبك روبري جيستيس ما يدخلكش تخدم، فهمتني؟ كي يسيبك روبري جيستيس ما يدخلكش تخدم، ما تخدمش. ودوك الخدمة راهي معرفة، كاين ناس راهي عندها الماستر، كاين ناس راهي عندها لا نيسونس، كاين ناس راهي عندها، راهم ضايعين، فاهمني؟ كاين انسان عنده لا نيسونس، كاين اللي عنده دكتوره. شو الدكتوره؟ دكتوره راهو قاعد يدور في وسط بلاد كيما انا راني ندور. هذه هي قضيه تاع الحرق. انا قلت لك بور موا كون عندي شهريه تاع 5 ملايين في البلاد هذه ما نروحش. انا ما عندي شهريه تاع 5 ملايين، انا انسان بطال، انا عمري ما خدمت. وين درت دوسي، وين كذا وين كذا، ما كاش خدمه صاحبي، الخدمه ما كاش. ارتو الحرقه لازم تهرب. سمعتني حبيبي، ما كاش تاويله، لا انا ما كاين والو، كان لا عارف العقل، ما كاش سكنة، رانا كبرنا ما كان والو تاويل، والو. اش راح دير؟ خدمة ما كاش، لازم ما تروح الأمة دير تاويل على روحك يا خويا. لا لا لا، هذه هي اللي صاب كامل اللي راح، ما كاش لنا خلاص. راك تشجع في هذه الظاهرة؟ باينة، اللي راح مرحبا به خليه يروح. الرسالة للمسؤولين اللي يسمعوا، المسؤولين اللي يسمعوا يشوفوه في الشباب، وخاصة اللي بريجيستيس، الناس اللي داخلين للحبس، راك فاهمني؟ دوك انا انسان قاري وعندي شهادات وعندي اي مكتب يستقبلني، بصح واحد روبريجيستيس داخل للحبس يروح يدخل باش يخدم ما يقبلوش بسك روبريجيستيس. انا واحد من الناس نخمم في الحرقه، وكنصيب الطريق نروح نخدم، نروح اللي هي، ما نقعدش هنا ضايع في البلاد هذه. هذا بينا احنا نخدموا في شركات بنا ونخلصوا مليح، وهذه بصح ما كاش خويا، ما كان لي وزر فينا، ما كان لي يشوف فينا ما والو. واش نقول لهم؟ نقول لهم يا خويا شوف لينا، خير ما نروحوا لبلاد واحد اخرى نخدموا هنا خير صاحبي. بلادنا هذه هي فيها كل الصعب، احنا نمامون نقعدوا هنا شبيبه نخدموا، مش يبحثوا لنا نروحوا اللي كان نخدم. كون كاينه الخدمه في بلادنا وكان جات بلادنا مسقمه ما تصراش هذه الحاجه، ما يشراش هذا الصوالح، راك فاهمني؟ لو كان جات بلادنا مسقمه وكاين الخدمه والسومه، هم الناس يخدموا ميزاجو ب 1800، يرحم بابك وين يصد عنده جزائري، يدي المراه وزاري ويحرق، يروح لبلاد الناس خير. خاطش القاوري كافر راهو يعطي الحق خير من المسلم، واش يزيد لك؟ تما انت راك مع الظاهره هذه؟ مانيش معاها، بصح كي تشوف شي صوالح كيما هذو تولي معاه، بالصفه عليك، بالصفه عليك تولي معاه.
واش هي رساله توجهها للشباب تاع اليوم؟ واش نقول للشباب؟ نقول لهم يا ودي شو سي كفايه يقراو، سي كفايه يجيبوا لي ديبلوم، سي كفايه يخدموا في بلادهم. واش نقول لهم؟ وتولي بلادنا ماذا بيا الحكام يسقموا رواحهم، ما تولي بلادنا لاباس خويا. هذه هي، كون جاوا الحكام لاباس بالصفه عليها تولي البلاد لاباس. فهمني ولا ما فهمني؟ والظاهره تاع الحركه هذه بكثره، هذا اليمن راهي بكثره بزاف كاع. شوفوا لينا، شوفوا للشباب، كاين اللي متزوج، كاين اللي عنده دراري، شوفوا لينا. باغيني نربط زوج دراري كيما هذو ونروح ندير المراه ونروح، ما كاش كيفاه. لازم نقعد في بلادي ب 1800 و 1700 ونتسلف وندير ونعمل. يوفرونا نخدموا، ونخدموا صاحبي بالتالي. لو كان يوفروا لك خدمه ما تحركش؟ كلا نحرك، محوش على الحركه صاحبي. وكان يوفروا لي كلش والله ما نحرك صاحبي، نخدم هنا في بلادي وندي واش كتب الله. هذا ماك بون. الحركه هي ماشي مليحه، خاش تدي نفسك بالتهلوكه حاجه الاولى. والبلاد هذه ما عطاتنا والو صاحبي، ما كاش خدمه، ما كاش اسبوار. هنا في الجزائر ما كان والو صاحبي. يكون كما يقول لك دوكا في الدقيقه هذه يكون عندي دوكا 20 مليون نقلع في الدقيقه هذه، سواء نلحق سواء نموت. واحد الى ربي سمعنا لينا وكذا، يا الله ما نبقاو هنا في الجزائر صاحبي. شغل ما يش حل كاع في الجزائر، هنا تبقى هنا تروح للحبس، تبقى تاكل دواء، تبقى تسرق. انا نشوف فيهم صاحبي 2020 الناس مازال تاكل من الزبل. في 2020 صاحبي الناس مازال تاكل من الزبل، ياك واحد يهضر الحقيقه صاحبي. السلطات هذه لازم يشوفوا لينا ويخدموا لنا. ليش انا ضايع اخويا ولا غير ضايع؟ لا خدمه لا والو. هم اللي صغار هنا يخدموا، لا قرايه لا والو. هما موراو يقراو، هذه ما كاين والو. ايه وفروا لنا كلش انا هنايا. هنا كون يوفروا لنا خدمه ويوفروا لنا السكنه وبزاف صوالح، شبيبه قاعد دير لافي، اللي يتزوج، اللي يخدم، اللي يبني دار، اللي مانيش عارف. اوفيائنا كانت هذه اراء بعض المواطنين حول موضوع اليوم. نلتقي في الاسبوع المقبل موضوع جديد. سلام.